اي اجازه ان شاء الله يديها له، هنعمل فرح على طول. على طول والحمد لله حاجته جاهزه كل حاجه ان شاء الله. يعني، انتوا خلاص جاهزين ان شاء الله هتدخلوه عش الزوجيه. اه ان شاء الله شقته هنا. هو هنا شقته هنا، اه ان شاء الله هيقعد معاكم هنا يا ماما. يقعد هنا وهناك تبع شغله برضه، الاجازه يقعدها معانا وهناك يبقى مراته معاه. عروسته او خطيبته من الاسره يعني اه من وكده، هنا ولا من هنا؟ من البلد بس، من هنا مش من عن من هنا، اه مش من العيلة يعني، بس لا من جيرانكم يعني، اه من ايوه قرايبكم. اه هنا عارفين كلنا بعضك، هنا ناس كويسين وناس محترمه واحنا هنا عارفين بعضك. وما كانش ينفع اصلا يتجوز من بره، مش هتلاقي احسن من اهله ومن بلده هنا. احنا هنا بلد كويسين وناس عارفين بعضيك، والحمد لله كلنا قريبين من بعضيك، وربنا يوفقه ويجعله يا رب يجيب يفرح جماهير مصر كلها على طول من نجاح لنجاح ان شاء الله.